أكيد. وهلأ رح نروح لزميلتنا لبنى الحايك وفقرة الطقس لتحكي لنا عن الأجواء. طبعا لبنى أنا سمعت إنه ما في ارتفاع. طبعا يعني بالبداية صباح الخير فرح، صباح الخير لجميع المشاهدين. بالضبط فرح، ما في ارتفاع وما في كمان يمكن خلينا نحكي انخفاض ملحوظ، ولكن هناك انخفاض طفيف يعني. طبعا بالبداية بما أنه اليوم نتائج الثانوية العام التوجيهي، بحب أبارك لجميع الطلاب يلي نجحوا، واللي ما حالفهم الحظ يعني مش مشكلة عادي، الحياة تجارب نرجع طبعاً من العيد. طبعا عندهم فرص ولساتهم صغار. بالضبط، بس الجو رح يكون مناسب للاحتفالات اليوم. يعني انت بتشجعهم بالتزامن مع النتائج. اليوم حاله الطقس مناسبه لها. طبعا للتفاصيل اكثر حاليا لكم وللمشاهدين، يسعد صباحكم مشاهدينا. الأجواء اليوم صيفية اعتيادية في عموم المناطق، وطبعا بتكون معتدلة في الجبال والسهول. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة. طبعا هناك احتمال في هناك احتمال سوري هناك احتمال إلى ليالي مائلة لا البرودة. ننتقل وإياكم مشاهدينا لدرجات الحرارة في بعض محافظات المملكة، ونبدأ في العاصمة عمان، 31 درجة مئوية العظمى و20 الصغرى. وننتقل إلى الشمال وإلى إربد، تسجل 32 درجة مئوية العظمى و20 درجة الصغرى. وبالانتقال إلى جرش، 33 درجة مئوية العظمى والصغرى 21 درجة مئوية. بينما تسجل أيضا عجلون 29 درجة مئوية و16 الصغرى تسجل، والأجواء معتدلة. ننتقل إلى المفرق، تسجل 33 درجة مئوية العظمى، بينما الصغرى 25 درجة مئوية، والزرقاء 33 درجة العظمى بينما الصغرى 21 درجة مئوية. مادبة تسجل 31 درجة مئوية العظمى والصغرى 25 درجة مئوية. وننتقل أيضا إلى الكرك، 30 درجة مئوية العظمى والصغرى 25 درجة مئوية. بالانتقال إلى الطفيلة، تسجل 28 درجة مئوية و24 درجة الصغرى. إمعان تسجل 33 درجة مئوية العظمى بينما الصغرى 26، وأيضا أجواء معتدلة. البتراء 33 العظمى والصغرى 25 درجة مئوية. بالانتقال إلى العقبة، 40 درجة العظمى و33 الصغرى. طبعا مشاهدينا هاي كانت درجات الحرارة في محافظات المملكة. ملخص حالة الطقس لليوم، تكون الأجواء معتدلة، هناك احتمال في ظهور بعض الغيوم في ساعات الليل المتأخرة.